أنا عارف إن اللي حصل لي امبارح ده كله من تخطيطك، وإن أنت اللي بعتيلي مريم عشان تقتلني. هي مريم امبارح؟ اكدبي بقى وقولي لي بقى. لا اسمع، انت تلزم حدودك معايا. قله ادب ما بحبش. هتتكلم باحترام اهلا بيك. لسانك يطول هقطعهولك. يما تصدقي خفت. ما بلاش الحبتين دول معايا. انا مش مريم، انا غير. ما عشان انت غير انا جيت لك، عشان انت اللي معاك الفلوس والبيزنس وكل العلاقات. لكن مريم دي غلبانه، دي طيبة وعلى نيتها. ده امبارح كانت هتودي نفسها في داهية وتخش السجن وتاكل انت التورتية كلها لوحدك. لا بس تصدق يعني بجد صراحة يعني عجبتيني. دماغك دي متكلفة بصراحة، تستاهلي تسقيفة. هو انت بتعمليها فين عشان اعمل زيها؟ دماغ ليه؟ هو انت فاكر كل الناس اوساخ زيك؟ هعديها لك دي واعمل اني ما سمعتهاش. شوف يا اسمك ايه، نجوم السماء اقرب لك من اللي بتفكر فيه. مليم واحد مش هتطول. مش بقولك عايزه تخلصي منها. هو انت مش واخده بالك ان الصور لسه عندي؟ وكمان بقى في قضيه شروع في قتل. يا راسي. وشروع ليه؟ ياما. ما المثل بيقول اللي تعرف ديته اقتله. وبالسكينه بقى ولا بالمسدس؟ بالجزمة. جديدة دي ليه؟ هو انت عمرك ما شفت صرصار وهو بيدهس؟ لا شفت بنات امارات زي كده وبإزازة مية نار بربع جنيه راحوا خالص في حتة تانية. موافقة، اللي يقدر على حاجة يعملها. ماشي، ما تزعليش مني بقى يا ملك. قبلي. أحسن، إن شاء الله تفضل حزنانة عمرها كله. بكرة تشوف هيحصل لها إيه. نادية. نعم. نادية. 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 إيه؟ أنت واثقة في الشيخ وهبة بتاعك ده ولا نروح أحسن للشيخة فاطمة اللي قال عليها العطار؟ بقول لك إيه؟ نعم. خلي العطار بتاعك ده يتركن على جنب، ما يلتش كتير. يا ست الراجل بينصحني لله. متشكرين. لما تشوفه بقى المرة الجاية قول له نازية مراتي بتسلم عليك وبتقول لك متشكرين، مش عايزين الشيخة فاطمة بتاعتك دي في حاجة. يا سلام يا سلام، ولما انت فرحة قوي كده ما قلتيش لي على دم الغزال. ده ضحك على الدقون، عايز يفهمك ان هو بيخدمك وانه فاهم في الحبل الروحاني. ما المسك من الغزال ولا هما بيطلعوه من الحمير واحنا مش واخدين بالنا؟ ليه ما هو المسك من الغزال. طب ما انا قلت ان المسك من الغزال. انا قلت حاجه تانية. طب يبقى بيعرف برضه اهو. ولما انت فتكه قوي يا ست ناديه، ها وما جابتكيش ولاده وبتفهمي في الكفت، ليه خدتي قطاره وديتي لي الشيخ وهبه بتاعك؟ ليه ما خلصتيش انت الموضوع وعملت لها العمل؟ يا ريتني كنت اعرف. ده علم وبحر واسع. يعني العمل اللي يتعمل لملك يختلف عن العمل اللي تعمل مريم. ليه بقى؟ ليه؟ لان التاني له حسابات وحاجه اسمها رصد وطلاسم انا ماليش فيها. طيب ماشي. طب تعملي التركيبه بقى ولا نعمل ايه؟ وتوضي. ايوه الحمد لله. طب ليه؟ الحمد لله. يلا نحط. حضري اهو.
بتكدبي عليا يا مريم؟ اقول لك رحتي له وتقولي لي لا؟ رايحه عشان تموتيه وتخلصي منه؟ طب ما يا غبيه هتتجابي، ده انت مراته، يعني اول واحده هتتسالي وتخش في سيم وجين. رحتي له ليه؟ بتتصرفي من دماغك ليه؟ هو انا مش قايله لك سيبيلي الموضوع ده وانا هحله؟ ها؟ قلت كده ولا ما قلتش؟ انت عايزه تودي نفسك في داهيه؟ اخر طشك ده ايه؟ مش كفايه ابوك اللي مات بسببك؟ ولا تكوني صدقت القصه اللي بنضحك بيها على الناس ونقول العربيه اللي اتقلبت؟ لا، والصبح عامله لي فيها كيوت وجايه توريني الانذار اللي استلمتيه. طب ما كنت تقولي لي، ده انا فاكراكي ما بتخبيش عليا حاجه من ساعه موت بابا الله يرحمه، ومن ساعه ما عرفت مصايبك السودا. بتضحكي عليا يا مريم، بتخدعيني، بتلعبي بيا. اقول لك رحتي له وتقولي لي لا؟ اهو ما ماتش، وريني بقى هتعملي ايه ولا هتتصرفي ازاي. بصي، انا من النهارده ماليش دعوه بيكي، اركبي دماغك اعملي اللي انت عايزاه. وليكي عليا، اول ما قضيه عمك النصاب دي تخلص تاخدي فلوسك وانت حره فيها، ان شاء الله تديها كلها للحيوان اللي عندك عشان يطلقك. هو انا هفضل شايله قرفك لحد امتى؟ ما كفايه اللي عندي. انا ايه اللي خلاني اتنيل واجي من امريكا؟ ما كنت عشت هناك احسن لي الف مره. بتعملي فيها كده ليه يا مريم؟ حرام عليكي، انت هتغصبيني اعمل حاجات انا ما بحبهاش. ده انا النهارده فرحتي ما كانتش سيعاني. العقد اللي بحلم بيه بقالي سنين مضيته، ودخل عليا الكلب بتاعك نغص عليا فرحتي كاني مش مكتوب لي افرح. ربنا يسامحك. بحق ادم ونوح، بحق ادم ونوح والملائكة والروح، والملائكة والروح والنبي الممدوح، والنبي الممدوح وبسر القلم واللوح وبحق هاروت. نادية، لحد منهم يجي واحنا قاعدين كده بس مش واخدين بقى. ها؟ طيب وبحق هاروت وماروت، أقسمت عليك. بس أنت عارفة اللي بتقوليه ده، أنا كنت بتقرا حاجة غلط، الله يخليكي. والله طيب، أقسمت عليك أيها الملك الموكل، ملك الموكل بهذه الأسماء، أن تجلب محبة طارق، محبة طارق ابن نادية في قلب مريم هي ما اسمها ايه؟ في قلبي نعم يا اختي. وما اسمها ايه؟ انت مش عارفة اسم سلفتك يا اخويا؟ انا فاكرة اكلت ايه امبارح؟ وبعدين سلفتي منين؟ هو انا شفتها الا مره واحده، وبعدين عرفت ان اخوك الله يرحمه طلقها وسافرت على امريكا. اسمها ليلى. ليلى اسمها. طيب ليلى. اكتب في قلبي مريم. في قلبي مريم بنت ليلى. بنت ليلى. وجلبتك في هذه الساعه، في هذه الساعه، ها، بسبعه اسماء وحيرتكي واشعلتكي وضربت الأرض من تحتك. ضربتيها ليه؟ ضربت الأرض من تحتك وعقدت الجان من خلفك. وعقدت الجان من خلفك ونطقت قرينك فلا ينفك عملي حتى ينفخ إسرائيل في السور وتخرج الموتى من القبور بأمر ربي العزيز الغفور. مفيش حاجة طلعت يعني. طبق بقى الورقة. حاضر طبق الورقة. حاضر تعالى بقى نفكر.
هنشربها ميتها ازاي؟ ايوه اه، وعايزاك تكتب ورقه زيها بالظبط لابنك لطارق. اه طبعا. طيب حاضر، اتفضلي الورقه اهي. طيب نعمل ايه بقى تاني؟ اهو شوف بقى. ايه شوف بقى السحر ده هيعمل في اختها ايه؟ اختها الايه؟ ايه اللي هي مين؟ ملك؟ هيوقف لها المراكب السايرة. يا ريت. ومفيش حد هيحبها. نادية أنا عاوز جان من دول يديها قلمين. طيب يلا اكتب لابنك بقى، اكتب لابنك. هقول لك الكلام تاني؟ طب مريم أنا حفظته. طيب اكتب ايه؟ بحق آدم ونوح. تطمني عليا زي ما بتعملي كل يوم. زي ما بعمل كل يوم وانت مش عارفك وتبقي صاحيه. يا بنت اللذين، وانا اللي فاكراكي بتبقي نايمه. على فكره دي اول مره انت تيجي وما تطمنيش عليا. حقك عليا يا حبيبتي، انا اسفه متزعليش مني. لما نشوف مين عايز ايه. ايه ده، هو عمره ما هيبطل الداء المهبب اللي هو فيه ده؟ تعالي يا حبيبتي اما نايمك. انت مش بردانه؟ لا. كر على اليسار، نص اليسار، الوضعيه للبايرن مره يا مري. برضه ما بتردش، برضه ما بتردش. دي سابع ولا تامن مره اتكلمها، اتهد بقى، اتكسف على دمك شويه. هموت واعرف مين ابن الجزمه ده. وهي بقى اللي هتقول لك صح؟ لا 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 لا, لا. أنا بقى مش هسيبها في حالها غير لما هي تقول لي، ولو ما قالتليش فأنت موجودة، ولادي هتفضلي كده مالكيش لازمة كتير. يا عم أنا سألتها وهي نفضت لي، أعملك إيه عشان تصدق؟ ما أنا مصدقك، بصدقك لأن هي عملت معايا نفس الكلام. أنت قلتي له اسمه إيه؟ الليسي. آه ما أنا عارف إن اسمه الزفت على دماغ أمه، اسمه بالكامل إيه؟ وهيفيدك في إيه يا فالح؟ أكيد هنلاقي له فيسبوك أو تويتر أو انستجرام، أي حاجة توصلنا لأهله. انا هموت واعرف انت شاغل نفسك بيه ليه. آه الشيشه بتاعتي بتاعت كل يوم. اوكي على فكره ده كان سؤال رخم انا مش هرد عليه. طيب عشان ارسيك بقى على الموضوع، اللي بترسم عليه ده مش هيحصل، فاحسن لك يا رومي تركز في الشغل التقيل اللي جاي لنا. نادين فخري وبكره فكرك مش هيبقى مجرد اكاونت او كلاينت كده عادي، لا 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 خالص، احتمال كبير قوي تبقى الايجنسي بتاعتنا بتشتغلش غير على الكامبين بتاعته. تشرب ايه؟ تعال تذاكر. كنت تكلميني كنت بعتها لك. بصراحة اتلككت. أفندم؟ إيه أول مرة تسمعها؟ دول بيقولوا إنك من شبرا.
روحي بقى يا أميرة، بكرة ميتنج مع كل البورد. ما تنساش بكرة الساعة 7. ولا 7 ولا 8، أهم حاجة عندي الميتنج، كلهم يبقوا موجودين. طب أقول لهم بخصوص إيه؟ بكرة هيعرفوا، وروحي. بس حلو قوي انك ترجعي بلدك وتشتغلي وتنجحي، مش سهل يعني. انت ما بتضيعيش وقت خالص. صراحه لا، مش بقولوا تايم از ماني، انا احب كده. مالك؟ انت خايفه سيره مستر نديم تيجي في التحقيقات ويحصل شوشره؟ بصراحه مصلحه ايه اللي كنت عايزاها منك؟ كنت عايزاني اعلم على واحده بتيجي لحضرتك المكتب، يعني نعملوا معاها الغلط من الاخر. اسمها ايه الواحده؟ الواحده دي اسمها مالا. انا شغلني اللي حصل لك امبارح، اتأكدت إن كل شكوك أميرة غلط، مدام رشا ملهاش علاقة بالموضوع خالص. عايزة أقول لك على حاجة. بس يا ريت تفهم إنه مش قصدي حاجة معينة جوه الحاجة اللي هقولها. يا ستي قولي، أنا سامعك. ده تقرير المونيتورينج، قسم المتابعة. ودي الفاتورة اللي جات لك. عدد اعلاناتك اللي بينزل في المحطات يساوي نص الموجود في الفاتوره دي. ما تسرق يعني؟ لا ده انت بتتظبط. هه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